واحد بيقول ما تفسير الآية التي تقول الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء إلى يديه؟ احنا لا ننكر ان الآب يحب الابن وان دفع كل شيء في يديه، هو بس في كلامه هو بيقول ان ما اخذه الابن من الآب اعطاه كله للكنيسة، لكن ايه تفسير الآية التي تقول ان الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يديه؟ شوفوا الآيات اللي فيها دفع إلي كل السلطان أو أعطى من الآب إلى آخره. ينبغي أن نفرق فيها بين عطاء الطبيعة وعطاء النعمة. عطاء الطبيعة وعطاء إيه؟ النعمة. لما نقول على أي أب في الدنيا الأب أعطى ابنه ملامحه أو فصيلة دمه، معناها بعد ما الابن اتولد اداله ملامحه واداله فصيلة دمه، ولا بالطبيعة أعطاه بالطبيعة ملامحه أو فصيلة دمه. لما تقول الشمس أعطت شعاعها ضوءها، معناها ما كانش ليه هذا الضوء وبعدين أعطته ليه في بعد، ولا بالطبيعة الشعاع له ما للشمس من ضوء؟ في عطاء بالطبيعة وعطاء بإيه؟ بالنعمة. لما تقول إن النار أعطت وهجها حرارته، حاجة اللي بتطلع منها، دي نعمة ولا بالطبيعة؟ لا بالطبيعة. بالنسبة لنا نحن البشر كلمة عطاء تنطبق على النعمة، بالنسبة للمسيح العطاء تنطبق على الطبيعة. الآب دفع إلى الابن كل شيء بالطبيعة، اداله القدرة على الخلق بالطبيعة، له القدرة على الخلق، اداله أن يدين العالم بالطبيعة. بالنسبة لنا عطاء بالنعمة. أظن أنك أنت فهمت دلوقتي يعني دفع كل شيء بين يديه. لما المسيح بيتكلم يقول أيها الآب، سؤال يعني تتخذ بناحيتين، إما إن حديث المسيح كإنسان إلى الآب أو حديث أخنوم الابن إلى أخنوم الآب. فإذا كان الابن هو عقل الله الناطق أو نطق الله العاقل، زي ما أنت تقعد كده وتقول أنا قلت العقل كذا أو عقلي قال لي كذا، هل أنتم اثنين؟ ولكن دي